السلام عليكم. إضرابات موظفي الخدمات الأرضية في شركة لوفتهانزا الألمانية، الإضراب ده ليه؟ الإضراب ده رقم كام؟ وإيه هي نقابة فيردي وحجم الآثار السلبية على الاقتصاد؟ وإيه هي الطلبات وإيه العروض المقدمة من لوفتهانزا؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله مع بعض في حلقة النهاردة عن إضراب موظفي الخدمات الأرضية في لوفتهانزا الألمانية. أعلنت نقابة العمال فيردي بألمانيا، أعلنت أن موظفي أمن المطارات الألمانية الكبرى زي فرانكفورت وميونخ، هامبورغ وبرلين، دوسلدورف وهانوفر وكولونيا ولايبزيج، هيبدأوا إضرابات عن العمل تبدأ من بكرة الخميس، أو نقدر نقول النهاردة لأن دلوقتي الساعة تقريبا 2 صباحا، وإنه تم استدعاء ما يقرب من 25 ألف موظف في قطاع أمن الطيران للتوقف عن العمل منذ الصباح الباكر. وطبعا لوفتهانزا ألغت مئات الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية بسبب الإضراب ده، وهي تقريباً 123 رحلة سفر ملغاة و50 رحلة وصول، وده بيمثل تهديد بما يوازي 200 ألف مسافر من إلغاء الرحلات بالذات يوم الجمعة. النقابة دي حريصة كل الحرص على أنها تطالب بزيادة مرتبات العاملين وتحسين أوضاع العمل وبيئة العمل ليهم للمحافظة على حد أدنى من الدخل يراعي غلاء الأسعار والتضخم العالمي، خصوصا منذ حوالي 3.5 سنوات مع بداية جائحة كورونا و ما ترتب من آثار سلبية على الحروب التالية زي حرب روسيا وأوكرانيا، وكمان حاليا مشاكل التضخم العالمية مش بس في أوروبا بل على كوكب الأرض كله. والنقابة فيردي هي تاني أكبر نقابة في ألمانيا بعد نقابة الاي جي ميتال، تم تأسيسها في 2001 يعني من حوالي 23 سنة من خلال دمج 5 نقابات عمالية وبتضم نحو 2 مليون عضو من مختلف القطاعات. الإضراب هيبدأ كمان حوالي 3 ساعات، هيبدأ الساعة 4 صباح الخميس وينتهي الساعة 7:10 صباح يوم السبت الجاي، يعني لمدة يومين. واتهمت فيه النقابة الإدارة في مجموعة شركات الطيران بعدم الرغبة في تقديم عرض أفضل، وتضررت لوفتهانزا من أن حوالي 200 ألف مسافر جوا هيتأثروا في هذا الإضراب. وقال مارفين ريجينسكي كبير مفاوضي نقابة فيردي أن الإضرابات بتأتي في وقت بالكاد بيحصل فيه عمال الخدمات الأرضية على الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك شركة لوفتهانزا الألمانية بتفتخر بهامش ربح مرتفع جدا. وأضاف كبير المفاوضين أن شركة لوفتهانزا هتعلن عن نتائج سنوية قياسية هذا الأسبوع في عن الأرباح، وهتعلن عن زيادة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بشكل كبير في وقت اللي بيتقاضى فيه الموظف حوالي 13 يورو في الساعة، يعني تقريبا بالمصري كأنهم 13 جنيه في الساعة، وأصبح الموظف مش عارف طريقة يغطي بيها نفقات حياته اليومية في ألمانيا، مش بس بيتكلموا عن رحلات وفسح ومشتروات وعلاج، بيقولوا الموظف مش قادر يغطي نفقات حياته العادية البسيطة اليومية، عشان كده عايزين زيادة المرتبات بما لا يقل عن 12%، وعايزين على الأقل مكافأة تعويض التضخم لمدة عام كامل،
بينما لوفتهانزا عرض زيادة المرتبات بنسبة 10% فقط والمدة 28 شهر بس. وطبعا شركة مصر للطيران ومئات الشركات لغت رحلتها المتوجهة إلى ميونخ وبعض الشركات لفرانكفورت وباقي المطارات الكبيرة في ألمانيا. وما يفوتنيش أقول لحضراتكم إن ألمانيا وكثير من الدول الأوروبية زي أسبانيا وفرنسا وإيطاليا بتشهد سلسلة كبيرة جدا من الإضرابات في مختلف القطاعات، سواء الزراعة، النقل، الخدمات المدنية، محلات السوبر ماركت، تضخم غير عادي في أعقاب جائحة كورونا، ودايما بيتم مطالبة بأجور أعلى للتعامل مع تقلص القوة الشرائية نتيجة التضخم الغير طبيعي في كل أوروبا وأمريكا وأفريقيا.